ما زالت وقائع القضية التي هزت الدوري العماني في الأيام الفائتة مستمرة، وهي قضية تصريحات مدرب نادي الرساق محمد البلوشي الذي خرج بتصريحات جريئة يتهم فيها بعضا من لاعبيه بالتساهل وتعمد خسارة الفريق أمام الخابورة في مباريات دوري عمان تل للمحترفين، حيث أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات محسن المسروري بأن تصريحات مدرب نادي الرساق جاءت في الوقت المناسب حتى يضع اتحاد الكرة حلولا جذرية لهذه الإشكالية التي تعاني منها الكرة العمانية في كل موسم تقريبا، وأنه آن الأوان لكي تعود لجنة الأخلاق والنزاهة إلى العمل وتقصي الحقائق فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات خصوصا في الجولات الأخيرة من الدوري.